نزل عليه ملك الموت فقرأ بابه ونادى فقال من بالباب يا فاطمة؟ فقالت زائر يا أبتاه. فقال هل تعرفين؟ فقالت يا أبت لا والله. فقالت يا أبت لا وما بعد. أيها الناس اذكروا آدم اللذات، فمن ذكره كان في أمان الله، ولا تطمعوا في هذه الدنيا بالإقامة فيها، فالبقاء فيها مستحيل، ولا يبقى أحد إلا الله. واعلموا أن نبيكم عليه الصلاة والسلام من الله لما قرب رحيله ودنت منه سيد الأنبياء. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه. وأشهد أن لا إله إلا الله. أما بعد، أيها الناس اذكروا في نفس. فقالت يا أبت لا والله. فقالت يا أبت لا والله. فقالت